ابدا بنتي ابدا ايش بنتي يو قال لك فما ما واش موجود اصحاب اصحاب اللي عرف يا عندي دي تكنولوجيا تاع عندي اصحاب شنو اصحاب رمضانكم مبروك وكل عام وانتم طيبين بخير ديما تجي انت ديما تجوني اول مره محليه الجو حطينا اول مره انت وشكون جي انا وخالي واختي وولادي انا وخالي ان شاء الله كل عام تجي انت وخالك واختك وولادك وتزيد العائله تكبر مدام عسليمه عسليمه شحالك يعيشك كل عام انت حي بخير ديما ان شاء الله عليكم الكل يعيشك مدام ديما تجي ديما تجي اول مره نجي مع الصغيره عشان حبيت نوريها ان شاء الله مدام هي قول لي نتعرفوا عليك الاسم عبيد عاد شكون تحب تنظم فيس على الاذاعه معك نحب ننظم على الناس الكل وعلى الامه الاسلاميه وماما وخويتي رمضانكم مبروك ان شاء الله ربي يشفي يشفينا يشفي المرضى الكل امين ان شاء الله يا ربي يرحم موتينا وان شاء الله ربي يقبلنا رمضان لا مفقودين ولا فاقدين امين يا رب كل عام وانت بخير سيدي ذا القليل زميلنا كل عام بخير كل عام تجي كل عام تجي ترصد الهلال لا ولا لا هاي تمر معايا اليوم تحب تشوف سنه لنا لابد تشوف رصد رمضان ميرة الجميله قول كل عام بخير كل عام بخير رمضانك مبروك عايشك ميرة مش تصوم ولا شويه حتى شويه شويه, شوية. بعد القهوه والفطور ما ناكلوش لمجه العشيه من بعد نتعشي ولا نسميو صايمين راه هكا ولا يا ميرة به هذه جونا الاول ديما في كما قلت لكم انا في عمليه الرصد او فما شكون يحب يتكلم في اللي عسليمه عسليمه مرحبا بكم يعيشك مدموزيل تعرف عليك صفا زويري صفا اول عام تجي ولا ديما تجي لا اول عام نجي ومحليه الجو محليه كي الدنيا انت وشكون جيت صفا انا وسليفي ما شاء الله يا سيدي ربي انسكم ان شاء الله يعيشك يعيشك وين مش ترمزنوا ناس نيسه هذه عطايب بعد رحمتي مع العائله بيان سور بعد رحمتي ان شاء الله ربي يحييكم بخير كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وتصوموا بصحة المدد واللي سنة ما جاش معنا عم جاي معنا محليه 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 هكاك يفوتهم برشا حاجات اللي ما يجيش الحق محليها والله محليها على الاخر يعطيك الصحة نزار يعيشك نزار عسليمة الأستاذ مرحبا كل عام بخير ان شاء الله رمضانكم مبروك يعيشك أستاذ نزار يقول لي شيخ روحه كل عام تجي ولا أول عام؟ كل عام كل عام حكم انا نشرف على العماره هذه دونك فتح عندي معناك انت تغشش علينا تسكروا باذن الله ما تغششوش يا سلمان سلمان اي قول يا سلمان يقول انت كلمه على لسان سلمان دونك ان شاء الله كلامك خير وان شاء الله توانسه والمسلمين يكونوا ان شاء الله بخير ان شاء الله معناه مفتح العماره عندك عاود اكد اكد مفتح عندك وي وي مفتح معناه يلزمنا وليد قبل ما نضمنه عمليه رصد شهر الهلال رمضان المبارك يلزمنا نضمنه على اخونا بطبيعه نزار شيخ روحه تحيه هي الصدفه راهي لعب الدور البروجيكتور مقدمة المزيانة بعد فما استثناء ميسالش نقبلوه نرجع مرة أخرى ديما في إطار ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حنونتي حنين أنا ديما في إطار عملية رصد هلال شهر رمضان من قبل بالطبيعة إذاعة صفاقس اللي تحاول ديما تكون قريبة وين موجودين بالطبيعة معناها أهم الأحداث اللي تهم التونسي وتهم العربي بصفة عامة والمسلم نرجع مع سي فتحي بالطبيعة بصفته مدير الشؤون الدينية الجهوي للشؤون الدينية نعم سي فتحي بالحاج إبراهيم سي فتحي مقدمة مزيانة أنا عملتها الباقي عندك مقدمة مزيانة إن شاء الله رمضان مبروك على الجميع بالطبيعة احنا ديما إن شاء الله نعيش أجواء الفرحة واليوم بصراحة كان جو
وممتع وحضور منها مكثف لعموم المواطنين أكثر منها من المسؤولين وأكثر من أعضاء اللجنة، كلهم كبار وصغار نساء ورجال جايين منها يحبوا يشوفوا شهر هلال شهر رمضان. لكن مع الأسف الشديد بذلنا منها مجهود كبير مع الأخيين في الرصد الجوي وجابوا لنا حتى معدات منها جديدة لأول مرة نستعملوها في هذا الشهر، لكن مع نظرا لوجود غيوم وسحب في الأفق تعذرت رؤية الهلال بالنسبة لولاية صفاقس، وتبقى ربما يتشاف في جهات أخرى في ولاية أخرى. سمحت مفتي الجمهورية هو المخاول الوحيد اللي يعلن عن دخول الشهر من عدمه، وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، وشكرا لإذاعة صفاقس على مواكبتها الحدث من بدايته إلى نهايته.